الخيال العلمي والعلوم. طبعا انا عارف ان ما فاتش وقت كتير واحنا بنعد الحلقه، يمكن ساعه عملت فيها جوله سريعه كده، لكن ما لمحتش كتب علميه للاطفال. كتب للاطفال والشباب دي بقى يعني اللي عجبني السنه دي انها موجوده وبكثره، يعني اكتر يمكن من كتب المتخصصه كتب للشباب وللاطفال. في كتب زي خليني مثلا نشوف حاجه زي عندنا ناشونال جيوغرافيك، مجموعه ناشونال جيوغرافيك عامله سلسله اسمها تبحث للشباب. مجموعه تبحث للشباب دي عباره عن ايه؟ بتبحث في جميع العلوم، علوم الجيولوجيا، علوم الفضاء، علوم التكنولوجيا، الاختراعات، التاريخ، كل العلوم. ناشونال جيوغرافيك عامله سلسله ومبسطه وجميله جدا، مجموعه عباره عن حوالي 20 جزء، ومش لازم تشتريهم كلهم، يعني كل جزء لوحده مخصص في معلومه معينه. ده دي عن دار ايه دي؟ نعم عن دار ايه؟ دي نهضه مصر. مجموعة نهضة مصر عاملة ناشونال جيوغرافيك، وحاجة اسمها مستكشفون الصغار، دي سلسلة تانية بتتكلم عن طاقة المستقبل والبيئة والطاقة النظيفة، ويعني فعلا وموجهة للشباب والأطفال. يعني في واحد من الكتب أنا بصيت فيه، أنا بنتي عندها 7 سنين هتفهم الكتاب ده وتقراه ومفيش مشكلة خالص، الخط كبير، الكتابة مبسطة، الشرح لذيذ جدا. فمجموعة بتاعت ناشونال جيوغرافيك في نهضة مصر موجهة تماما للشباب والأطفال. عجبتك دي؟ جميلة جدا بصراحة. ليك قراءة أخرى ولا دي؟ والله في حاجات كتير جدا، يعني الموضوع في مثلا مجموعة كانت عجبتني سلسلة اسمها سلسلة الفراشة. سلسلة الفراشة دي بتتكلم عن الاختراعات، كل شيء عن الاختراعات، الفضاء وتجارب علمية للناشئين والأشياء كيف تعمل وممن تتألف، الحاجة دي مكونة من ايه، معمولة ازاي. وبرضو مش للأطفال قوي، مش هنتكلم على سن 7 سنين 8 سنين، لا بتتكلم مثلا في سن 14 سنة 15 سنة، موجهة للسن دوت. وبرضو سلسلة رائعة بتتكلم في جميع مجالات التكنولوجيا والاختراعات اللي موجودة. انا اعتقد ان انت كمان لسه محتاج تبحث عن كتب بقى شخصيا تضيف لك، تحس فيها ان الكتاب ده مش هسيبه، ده هيضيف لي. بتهيالي لسه ده يعني معرض الكتاب بصراحه وقت. معرض الكتاب بصراحه محتاج، يعني يمكن الجناح الواحد محتاج فيه يوم لوحده، محتاج يوم. مشاهدينا، كتب علميه ومغامرات علميه كثيره هنا في معرض الكتاب على الهواء مباشره، بنقول لكم قراءات الضيوف المتخصصين كل في مجاله، وكمان المشاهدين بقى اللي خارج مصر كمان، عشان الاجواء بقى العلميه والتكنولوجيه والابتكاريه نستطيع ان احنا ايه ننقلها لحضراتكم. مصطفى مراد بقى، انت متخصص اكتر في تطبيقات الويب والتطبيقات التكنولوجيه، اهم ما جذبك في خلال الساعه ونص او الساعتين اللي فاتوا بعد افتتاح معرض الكتاب الرسمي اليوم الساعه 2:30؟ احنا فعلا الوقت كان قصير شويه بس لفينا في كذا مكان، بس لفت انتباهي حاجه غريبه شويه، لقيت ان في بعض الكتب بتتباع زي مثلا بتتكلم على الفوتوشوب، بتتكلم على الفوتوشوب قديم شويه، مثلا اصدارات مش حديثه، مثلا فوتوشوب 6. فوتوشوب 6 انا كنت بستخدمه من حوالي 7 سنين تقريبا. معرفش بقى هل بيكونوا عارفين يعني اخر فيرجن لقيته 6، ما لقيتش بقى لقيت طبعا في حاجات كتيره كان في اللي بعد كده، في يعني في حاجات سي اس 4 موجوده. لا انا بتكلم على الفوتوشوب تحديدا اللي انت لقيت كتب كتير جدا فوتوشوب. كتب كثيره لكن جداً. احدث كتاب فيهم ماشي على اصدارات الفوتوشوب ولا لا؟ لا في طب يعني في 8 في سي سي اس 4 سي اس 4 ده هو اخر احداث اخر لا. انت دلوقتي كان ليك ملاحظه ان الفوتوشوب اللي موجود الكتاب قديم فعلا، ما فيش التحديث بتاعه، مش موجود الدار اللي نشرها مش عامله التحديث بتاعه، غير انك حاطه 6 مثلا وحاطه سي اس، هو سي اس ده احدث من 6، فتلاقي مثلا 6 وسي اس وسي اس 2 في فجوه ما بينهم، اللي في النص مش موجود يعني. لا فكره مش كده، الفكره ان اللي شاف الكتب بتاعتنا بالذات ديت المفروض تكون الكتاب الحديث، يعني ما ينفعش مثلا احط كتاب ده لسه لقيت حاجه بتتكلم على الوورد 2006 2003، ده بنتكلم 7 سنين فاتت وكتب بتتباع، ولكن في طبعا دور نشر ثانيه بتحط حاجات حديثه جدا لسه كتب نازله بتاعت 2009، يعني في حاجات ديسمبر 2009، ففي فعلا دور نشر جيده جدا وحاطه كتب. قول لنا بقى اهم الكتب اللي جذبتك بقى. لا احسن مكان فعلا دخلته حتى الان في يعني دور نشر كتبها بالعربي، دور النشر اللي كتبها بالانجليزي كان عاجبني جدا الاهرام. الاهرام كان حاطط كتب لسه نازله فعلا من 2009 وبيتكلم على اصدارات حديثه جدا. لو نشوف مثلا الاهرام كان في مجموعه ضخمه جدا للفوتوشوب، وفوتوشوب كمان مثلا للمصورين، يعني مثلا دلوقتي انا مصور، الفوتوشوب بالنسبه لي عايز ازاي اخد الصوره وانضف الصوره، ازاي ممكن الصوره بتاعتي كانت بايظه ازاي اصلح الصوره بتاعتي. العربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي. الاهرام كان فيه انجليزي سكشن للانجليزي وسكشن عربي، والظريف ان السكشن العربي والانجليزي الاثنين كتب حديثه مش كتب قديمه خالص. في الاثنين. وملاحظه ظريفه كمان ان الاهرام عامل ويب سايت فيه كل الكتب اللي موجوده عندهم،
في معرض موجودة أونلاين، تخش عليها تشوف الكفر بتاع الكتاب وتشوف الكتابين والمؤلف بتاعه وتاريخات الإصدار ومعلومة صغيرة كده جدا كده جدا على الكتاب. طب أنت شخصيا كمتخصص في التطبيقات شايف إنك تشتري الكتاب الورقي اللي بيتكلم على تطبيقات تكنولوجية ولا ممكن على الإنترنت تاخد الكتاب ده وتتعلمه بصراحة يعني؟ لو برنامج جديد يعني مثلا بنتكلم على حاجة حديثة شوية أحب أقرأ كتاب ده ورقي، لكن لو بنتكلم على حاجة صغيرة مثلا توتوريال أنا مثلا ازاي اعمل الحته ديت ده مش هشتري كتاب بصراحه، هخش اونلاين واحب ان اقراها انزل بي دي اف واقعد اتعلمها. عندك فكره اسعار الكتب التطبيقات التكنولوجيه بيتراوح سعرها من كام لكام؟ لان انا بكتشف ساعات إن انها بتكون غاليه. هي غاليه فعلا يعني ممكن نقول يمكن تروح من 100 جنيه ل 400 جنيه مثلا. طب غاليه جدا. بتجيلك من بره. لكن اهرام بتبيع الكتب العجيبه يعني. جدا انها بتتباع تقريبا بثمنها بره. يعني انا بس بجيب الكتاب بتكلف تكاليف شحن. لا هم جايبينها بتكاليف كان جاب كتاب ارخص من ثمنه بره كمان، كان يعني حاجه غريبه جدا. فالاهرام فعلا كان في مجموعه ضخمه جدا من الكتب بتتكلم عن الويب ديزاين، ازاي ابدا اعمل ويب ديزاين بتاعي، ازاي الفوتوشوب، ازاي استخدمه الستريتور فلاش، كل الحاجات دي اخر اصدارات عربي وانجليزي. هنرجع لكم في القسم الاخير من اي تي شو من معرض الكتاب النشر افاق النشر الالكتروني كتب الالكترونيه، قراءتنا لابرز الكتب الخاصه بالابتكار الاختراع التكنولوجيا العلوم، دائما معنا خارج الصندوق وبفكر جديد وفكر يحاول يقترب من الفكر الحداثي الموجود عند الاخر. تابعونا ولكن تقرير بقى جميل كده هوت مع زميلنا حسن الشاذلي، ونرجع للقسم الاخير من حلقه اي تي شو من معرض الكتاب. شكرا حسن الشاذلي من اروقه معرض الكتاب كواليس قناه النيل الثقافيه، معكم حصريا من معرض الكتاب على الهواء مباشره. اي تي شو ايضا شكله المختلف و استطراقاته كده هوت المختلفة لعالم النشر الإلكتروني، الكتاب الإلكتروني، الكتب العلمية، المغامرات العلمية والتكنولوجيا بكل إفرازاتها وأشكالها، حدوتة طويلة عريضة. استمتعوا دائما معنا، عندنا إن شاء الله بكرة وبعده في حدود الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة على الهواء مع الخبراء والناس متابعة ايه في المعرض، اهم الكتب وابرز التوجهات والاتجاهات. طبعا اسمحوا لي ان انا قبل ما اختم الحلقة ان اشكر ضيوفي في الجزء الثاني من اي تي شو على الهواء مباشرة الدورة 42 لعام 2010، احمد حسام نورتني. المغامرة العلمية انتقلت من الاستوديو في المقطم الى اروقة معرض الكتاب، مصطفى مراد كذلك في التطبيقات التكنولوجية. شكرا جدا يا الله يخليك. شكرا جزيلا. استنونا بقى بكره ان شاء الله 3 في حدود الساعه 3 بتوقيت القاهره، ضيوف اخرين متخصصين زي ما انتم عارفين، النشر الالكتروني، الكتاب الالكتروني، افاق الخيال العلمي والابداعات التكنو علميه. انا احمد يوسف بحييكم، مخرج البرنامج محمد الطحاوي، مخرج المنفذ كريم ممدوح. اشوفكم على خير، وقناه النيل الثقافيه لا زالت مستمره على الهواء مباشره من معرض الكتاب، وتتوالى التغطيات من الزملاء والبرامج.